حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ: ألا أعلمك دعاء تدعو به؟ لو كان عليك مثل جبل أحد دينا لأداه الله عنك. قل يا معاذ: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. هذا حديث حسن، وقد قال الهيثمي وهو عند الطبراني بإسناد حسن. وهناك حديث عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم افتقده يوم الجمعة، فلما صلى أتى معاذ فقال عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، ما لي لم أرك؟ فقال: يا رسول الله، لي يهودي علي أوقية من تبر، يعني من ذهب، فخرجت إليك فحبسني عنك. فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: يا معاذ، ألا أعلمك دعاء تدعو به؟ فلو كان عليك من الدين مثل جبل باليمن فادعو الله به لأداه الله عنك. قل: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار، وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، تعطي من تشاء منهما، وتمنع من تشاء، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. وفي رواية قال معاذ: كان لرجل علي بعض الحق فخشيته، فلبثت يومين لا أخرج، ثم خرجت فجئت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما خلفك يا معاذ؟ قلت: كان لرجل علي بعض الحق فخشيته حتى استحييت وكرهت أن يلقاني. قال: ألا آمرك بكلمات تقولها؟ لو كان عليك أمثال الجبال قضاه الله عنك. قلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: اللهم مالك الملك، وذكره. هذا حديث ضعيف.